بيقول لك اذا غضبت المراه وتعصبت فتش عن الرجل. وانا مالي؟ ممكن تكون متعصبه لاي سبب تاني غيري، اشمعنى انا يعني؟ يعني جايين لي ليه؟ انا ايه علاقتي بالموضوع؟ تجيبوني من على الرف اللي انا مالي؟ مثلا انا راجل كافي خيري شري وقاعد في جنبه وما بتكلمش، يقول لك فتش عن الرجل. طب انا عملت ايه؟ هو على كل يعني، هو طبعا من المعروف ان اي علاقه زوجيه ما بين اتنين لا تخلو من الشد والجذب والعصبيه والكلام ده كله. لكن ايه دور الزوج في الموضوع؟ يعني ليه دايما الزوج هو المتهم بانه هو اللي عصب الزوجه؟ ما لقيت عصبت لوحدها؟ ما جايز يكون في اي سبب تاني. هي في حاجه بالمناسبه، احنا في بعض الاوقات والله فعلا ما بنبقاش عارفين احنا عملنا حاجه تعصب اصلا او تضايق. يعني في حاجات احنا شايفينها عادي جدا، وفجاه تلاقي المراه متعصبه والزوجه متعصبه منها بطريقه صعبه جدا. طب هي متعصبه ليه كده؟ فالموضوع ده بيكون ليه خلفيات بقى. يعني الموضوع ده لما تلاقي الموضوع كده بيكون ليه خلفيات. على كل سؤالنا بيقول ايه اسرع طريقه لتهدئه المراه لما تكون غضب؟ شوف بسنت بقى لما بتتعصب بتحتاج ايه عشان تهدى؟ مش عارف. لا هو على مين بتحتاج كتير. طيب هو اصل هو في اسباب يعني، فاهم؟ في خليني اقول حاجه حقيقيه، انه ساعات بيبقى السبب ممكن ما يبقاش واقعي او يعني ايا كان أو بقى، او يستاهل، لانه احنا كلنا بنمر بضغوطات في يومنا. يعني يومنا بيبقى مليان حاجات كتير، فممكن ساعات كتير اقل حاجه صغيره تبقى سهله ان هي تخلينا اسرع في حته الغضب، او نتعصب بسهوله جدا من اقل حاجه بسيطه. لما نبقى محتاجين مساعده مثلا من الشخص اللي معانا، ونلاقي شويه انه مش حاسس انه قادر ان هو يساعد دلوقتي، فنبتدي ان احنا نتعصب ونتنرفز ونكبر الموضوع. لكن بيبقى اكيد في سبب. يعني انا ما بحبش كلمه انه دي الستات بقى ايه لما بتهب منها بقى والكلام ده، انا مش بحب كده، لانه حقيقي حقيقي بيبقى في سبب. احنا او طبيعه الست عامه ربنا سبحانه وتعالى خالقها حساسه اكتر، منفعله اكتر. ده تكوين المراه زي ما تكوين الرجل بيختلف تماما، وليه التكوين بتاعه اللي مطلوب من الست ان هي تتعامل معاه. زي ان هو محتاجه ان هي تطبطب عليه في اوقات معينه، هو مش هيطلب ده، بس هي كأنثى محتاجه ان هي تبقى فاهمه ده. هو كمان محتاج ان هو كرجل يفهم ان هي اوقات كتيره جدا بتبقى حساسه زياده عن اللازم، في ساعات كتيره يومها بيضغطها، فبتبقى ممكن تتوتر مش عارفه تعمل ايه، فتتعصب فتقوم خناقه من ولا حاجه. يعمل ايه بقى الراجل في السيتويشن ده او في الموقف ده لما يلاقي دينا من خبراتك بقى؟ اول حاجه ما تجادلش، لا خلاص عدي اليوم. هي قالت لك انا زعلانه او متضايقه من حاجه، بتتكلم معاك في موضوع معصبها، الاقيها مكبره. اقول لها انا السبب عادي يعني؟ مش انا السبب. اسكت يعني، اسمعها خليها تتكلم. طب ده بيولع الدنيا. انا مش عارف انا متعصبه وانت ساكت. ما انت بتسمع، انت بتسمعها وانت مش ساكت ومتعصبه. لو لا انت مش متعصبها. يعني ما لا انت، انا عارفك انت هتبتسم. مش هبتسم. اللي بعد خطوه 2 خلاص. لو حسيت، خليك واقعي، لو حسيت ان انت فعلا ممكن يكون عندها نقطه يعني فيها نوع من انواع ال عندها حق مثلا، اتاسف معلش، حتى لو انت شايف نفسك مش لان الكلمه دي عامه عند راجل بتبقى صعبه شويه، كلمه انا اسف بتبقى صعبه شويه. فلو حسيت انه هي عندها حق بسيط، اعتذر، ما فيهاش اي مشكله خالص. لا عدي يومك، عدي الموقف، زق معايا اليوم. بالظبط، وخلاص. وهي كمان لما تكون انت متعصب من ولا حاجه، على فكره يعني معلش، الرجاله في يوم اجازاتهم بيخترعوا حاجات برضو، خلينا نبقى متفقين. فالست ساعتها هنا برضو بتتحمل حاجات. ايه؟ عايزين اكله معينه؟ عايزين لا يعني مثلا. فين الزرار؟ فين المسمار؟ في اي حاجه؟ التلج مش ساقع ليه؟ بالظبط. التلج ما بتسقعش ليه فعلا؟ فلو انت حسيت ان انت مخطئ، اعتذر واسمع. اهم حاجه ان انت تسمع. ممكن تسالها بعد ما اعتذرت وقعدت شويه، طب انت متضايقه من ايه؟ انا ممكن اساعدك ازاي؟ ليه يومك متلخبط؟ طبعا انا ما بتكلمش هنا بقى على الستات اللي كل يوم عندها مشكله، لا انا بتكلم عن الست اللي عندها مشكله كل فين وفين. انما مش اللي هو كل يوم انا متضايقه من حاجه يلا نتخانق. بصراحه ده حاجه صعبه جدا. تجنب بقى اي لهجه سلبيه وانت بتتكلم مع مراتك في اللي هو ايه. جميل. طب ما انت عملتي مش عارفه ايه من كام يوم. طب بس احنا نسمع ونهدي، وزي ما بتهدي كده. ايه نصايح استاذه بسنت؟ اسمعوا مني، حط الكابشن نصايح استاذه بسنت. اسمعوا مني. طب هو الكلام اللي قالته ده جميل جدا، بس هو كلام برضو خلينا واقعيين، كلام نظري. لانه طب انت بتعمل ايه؟ هقول لك انا بعمل ايه. بس هي بشكل عام الست لما بتتعصب هي هتفضل متعصبه، يعني سواء سكت هتفضل متعصبه. والله قلت لها حقك عليا، هتقول لك يا سلام بقى مع كل العصبيه دي انت جاي تقول لي حقك عليا، انا انت بتسكتني
حتى لو كنتش بتسكتها انت بتسكتني، مشيت وسبتها انت سبتيني وانا متعصبه، جيت كلمتها وهي متعصبه هتقول لك انت بتكلمني وانا متعصبه وانا مش ناقصه ومش عارف ايه، فهتكبر الموضوع اكتر. ف يعني من الاخر هي ست مش هتهدى وهي متعصبه. شاذلي ما تطلعش اشاعات. المشكله في حاجه كمان يا بسنت، المشكله في طريقه التعبير عن الغضب. يعني ممكن تكون حاجه بسيطه لكن في كم غضب ونرفزه وهي بتتكلم كبير قوي. طب ليه ده الموضوع بسيط ما مش مستاهل اصلا ده كله؟ يعني ممكن نتكلم بالراحه وتلاقي الدنيا عدت. يعني بس عارف ده بيبقى ايه؟ ده بيبقى تراكمات لحاجات تانية. هي مش عايزة بقى انا اشيل التراكمات ليه؟ منك، ما هي تراكمات منك، بتبقى في حاجات تانية مضايقاها منك. هي صغيرة. انا عملت كل ده؟ انا معقول عملت؟ طب كمل. وايه مش مصدق؟ بالنسبة لي مثلا ممكن يعني انا بسكت. ساعات بنفعل مع الحدث واوقات كتيرة بسكت لان انا مش ماليش علاقة بالموضوع، مش طرف اصلا. انا مش طرف، فلاقي نفسي داخل في مشكلة مش هي المشكله. واوقات بنسيب المشكله الاساسيه ونبتدي نتفرع، ودي بقى مصيبه كبيره جدا. نكون بنتكلم في موضوع وهو ده مشكلتنا، فتلاقينا عمالين نتفرع وماسكين في فرع بعد 3 4 فروع كده وعملنا منه مشكله ثانيه، فسيبنا المشكله الاساسيه. طب ما احنا عندنا البلوى اللي احنا فيها دلوقتي نخلصها وبعدين نبقى نروح للفروع الثانيه، فتلاقي الدنيا بتروح كده. فاوقات كتيره بسكت كتير. لكن هو بشكل عام يعني المرأة، أتكلم بقى بجد دلوقتي، فعلا بتحتاج لتقدير. بمعنى لو خصصنا أو أنت خصصت يوم لزوجتك مثلا، وقت في اليوم لزوجتك ده مهم جدا أيا كان الوقت ده مدته قد إيه، لكن هتقعد مثلا أنت معك 24 ساعة في اليوم، هتقعد نص ساعة فقط تقعد تتكلم معاها عن اليوم كان ماشي ازاي، عملت ايه، ولادك عملوا ايه في المدرسة، أخبار صحتك ايه، تتكلم معاها عن إخواتها، عن والدتها، تبتدي تقعد تتكلم وتدردش معاها وتفتح معاها في كلام. هي هتلاقيها خرجت كل اللي جواها والموضوع اتلم. يعني هي نص ساعة، ودي نكتب عليها نصايح شاذلي للمتزوجين، فهي نص ساعة ممكن الموضوع يتلم في كلمتين كده. وبرضو من الحاجات المهمة جدا اللي الناس بتغفلها تقدير الزوجة، تقدير الزوجة قدام الناس. يعني هو كده كده طبعا في طبعا ما بين أي زوجين زي ما قلنا في حالات من الشد والجذب بتكون موجودة في أي بيت، باب مقفول عليهم بينهم وبين بعض، لكن مهم إن الحاجات دي ما تطلعش بره. مهم ان حتى ما يبانش طبعاً عليهم ان هم متعصبين او متخانقين او حاجه قدام الناس. وفي نفس الوقت تقدير الزوجه قدام اهلها وقدام اهلك كمان لازم تعمل حساب. اعتقد ان الحاجات اللي بتفرق عند طبعا الناس طبعا طبعا. لو انا يعني انا بالنسبه لي لو في مشكله الدنيا والاخره انا ما انساش لا تنسوا الفضل بينكم. ما ينفعش ان احنا يوم ما يبقى في بيننا مشاكل نطلع قدام الناس نتكلم، او انا اروح مع صحابي اتكلم، او هو كمان يروح قدام الناس او الاهل. انك تدخل اصلا اي حد في مشكله حتى لو كانت كبيره دي بالنسبه لي مش مقبوله تماما. حاجه بتبوظ اي حاجه كويسه بين اي اتنين حتى لو صحاب. الموضوع هنا بيبتدي يبقى يقلب بسخافه شويه. التقدير لحجم المشكله، انك تتكلم وتسمع وتقدر، وكلمه انا اسف ده حتى لو انت مش غلطان. على فكره في ساعات حاجه اسمها كريدت بيتبني، رصيد بيتبني بين اتنين حتى لو الدنيا انه مش هتقف عند المشكله دي، انتوا لسه في بينكم عمر مشاكل كتيره ومشاكل كتيره جايه، مشاكل كتير وحاجات حلوه كتير كمان. صح. يعني worth it. يعني مهم ان احنا هي لما تعصب ولا ما تقومش شوح لنا حته الكبده كده، خلينا قومي شوح بالظبط عشان نتعشى وبعدين نبقى نشوف هنعمل ايه بعدها. هتقول لك ساعتها خلاص بقى. على كل ده سؤالنا الموجود على صفحاتنا على السوشيال ميديا، ايه اسرع طريقه ممكن تهدي بيها زوجتك لما تكون غضبانه؟ ده سؤالنا الموجود في انتظار اجابات حضراتكم عشان نستعرضها خلال حلقتنا النهارده. بنصبح على حضراتكم مره ثانيه، اهلا بيكم وحلقه جديده من صباح الخير يا مصر.